المباراة القادمة للمنتخب المغربي أمام المنتخب غينيا في افتتاح الجولة الأولى من بطولة إفريقيا للمنتخبات الأولمبية. لكي تشاهد المباراة معرفة فضل الطاد بيسر الله يكون شرفي قناة ملعب الذي سوف يستضيف المباراة ملعب استاد برنس مولاي عبد الله بالرباط. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 9 ليلا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 10 بتوقيت القاهرة، والساعة 11 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة لقنوات النقل للمباراة قناة بي إن سبورت 4 وأيضا الرياضية الناقل الحصري للمباراة، وسوف تلعب يوم 24/6/2023. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا دعم لبيكم الاشتراك بقناة وتفعيل خاصة التصل على الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.